السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم راح يكون تهيئة الفصل الخامس، وهو أنظمة المعادلات الخطية. السؤال أو مجموعة الأسئلة الأولى، المجموعة الأولى من الأسئلة: سمي الزوج المرتب الممثل لكل نقطة فيما يلي. عندي الآن المستوى الإحداثي، عندي اللي هو السين الموجب والسين السالب والصاد الموجب في الأعلى والصاد السالب إلى الأسفل. مثل الزوج المرتب ألف، هذا عندي ألف. الإحداث السيني للألف، عندي طبعا الإحداث الأول اللي على اليمين السين، يكون طبعا الإحداث السيني 1 2 3 4، بيكون عندي السين 4 والصاد 0. بالنسبة إلى 2 النقطة دال، النقطة دال بالنسبة للسين هذا ننزل إلى الأسفل، هذه النقطة سالب 3، إذن الإحداث السيني سالب 3. إحداثي الصادي، نروح إلى المحور الصادي، راح يعطيني موجب 4 بهذا الشكل. سؤال 3: الزوج الباء المرتب، نروح للنقطة باء، نروح إلى السين للمحور السين عشان نجيب الإحداث السيني سالب 2، إذن بيكون عندي سالب 2. الإحداث الصادي، نروح للمحور الصادي، سالب 3، يكون سالب 3. بالنسبة إلى الزوج جيم، نجي للنقطة جيم، هذه النقطة جيم نقطة الأصل، طبعا بتكون كم؟ 0 و0 نقطة الأصل. النقطة ها، هذه النقطة ها، نروح إلى السين يعطيني سالب 1، ثم نروح إلى الصاد يعطيني أيضا سالب 1. ننتقل الآن إلى النقطة الأخيرة واو، النقطة واو، هذه النقطة واو، نروح إلى السين ننزل إلى الأسفل. السين كم يساوي؟ 0، والإحداثي الصادي على المحور نفسه موجب 2. هذا بالنسبة لمجموعة الأسئلة، المجموعة الأولى، والمختصر لها أن يكون الإحداث السيني على اليمين والصادي على اليسار. طيب، ننتقل الآن إلى السؤال رقم 7. سؤال رقم 7: حل المعادلات، حل كل معادلة فيما يلي. سؤال 7: 2 سين زائد 4 يساوي 12. نبدأ الآن، هذه طبعا معادلة ذات خطوتين، نضيف سالب 4 للطرفين، فبيكون عندي 2 سين سالب 4 من سالب 4 يروح 12 ناقص 4 يساوي 8. ثم بعد ذلك نقسم الطرفين على عامل السين، 2 قسمة 2 يساوي 1، 4 8 قسمة 2 يساوي 4. إذن حل هذه المعادلة س يساوي 4. المثال رقم 8: إذا كان لدينا 3 س يساوي سالب 9، هذه طبعا ذات خطوة واحدة من معادلات الضرب والقسمة، لقسمة الطرفين على موجب 3، 3 قسمة 3 يساوي سين، سالب 9 قسمة 3 يساوي سالب 3. ننتقل الآن إلى سؤال 9. سؤال 9: إذا كان لدينا ميم زائد 2 يساوي 6،
هنا طبعا هذه معادلة الجمع بإضافة سالب 2 للطرفين، الميم تساوي موجب 2 مع سالب 2 يروحوا مع بعض، 6 ناقص 2 يساوي 4. هذه هي مجموعة الحل. سؤال 10، سؤال رقم 10، إذا كان لدينا المعادلة 2 يساوي ميم سين زائد باء، حيث أن الميم والباء ثابتان. في حال أن كان الميم والباء ثابتان، هذا عند الميم والباء هما الثابتان، نعتبر فقط المتغير هو سين، يعني نوجد حل هذه المعادلة بدلالة السين، فنتعامل مع الباء كثابت وأيضا الميم كثابت، يعني أرقام عددية نعتبرهم، فنجيب قيمة السين في هذه الحالة. نقول له بإضافة سالب باء، سالب باء للطرفين بهذا الشكل، نضع خط الجمع، يصير عندي على اليمين 2 ناقص باء بهذا الشكل، 2 ناقص باء يساوي ميم سين تنزل، موجب باء مع سالب باء يروحوا مع بعض، باقي علي أقسم الطرفين على الثابت الثاني اللي هو اللي يكون العامل للسين، فنقسم الطرفين على الميم وهذا بيكون على الميم، فبصير عندي ميم على ميم يبقى عندي سين، وننزل هذا المقدار كامل مثل ما هو 2 ناقص باء على ميم. هذا هو حل هذه المعادلة. نشوف الآن السؤال رقم 11، إذا كان لدينا المعادلة باء يساوي 2 لام زائد سالب 4، والباء حيث أن الباء ثابت، إذن نتعامل مع الباء كأنه هو العدد، فنبدأ حل هذه المعادلة. الباء يعتبر عدد، ننظم الآن المعادلة، موجب في سالب، وش يعطيني سالب، نكتبها من جديد، باء 2 لام موجب في سالب يعطيني سالب كم؟ 4. الآن نتعامل مع الباء بأنه هو ثابت، بإضافة نقول له بإضافة موجب 4، موجب 4 للطرفين، راح نجيب قيمة هذه المعادلة بدلالة اللام، فبيكون عندي باء زائد 4 يساوي 2 لام، سالب 4 مع موجب 4 يروحوا مع بعض، نقسم المعادلة على 2، إذن 2 قسمة 2 يبقى 1 لام على المقدار التالي، باء زائد 4 قسمة 2. هذا بالنسبة لسؤال 11. سؤال 12، إذا كان لدينا 20 ناقص 10 صاد يساوي 40، أوجد حل هذه المعادلة. نقول له بإضافة سالب 20 للطرفين، راح يروح موجب 20 مع سالب 20، يبقى عندي سالب 10 صاد يساوي 20، 40 ناقص 20 يساوي كم؟ 20، قسمة طرفين على سالب 10، إذن سالب 10 على سالب 10 1 صاد، موجب 20 على سالب 10 سالب
2. إذا بيكون حل هذه المعادلة يساوي سالب 2. آخر سؤال، إذا كان لدينا السؤال 13، سؤال خاص بالمساحة، إذا كان لدينا ميم يساوي نص قاف في عين، حيث أن القاف تمثل قاعدة المثلث والعين يمثل ارتفاع هذا المثلث، فإذا كان لدينا أوجد مساحة المثلث الذي طول قاعدته، طول القاعدة تساوي 10 سنتي، وعندي ارتفاع هذا المثلث يساوي 5 سنتي، أوجد مساحة هذا المثلث بالقانون التالي. نبدأ الآن بالتعويض، نقول له المساحة تساوي نص ضرب القاعدة 10 والارتفاع 5. نصف العشرة كم؟ نصف العشرة 5 ضرب الارتفاع أيضا 5 يساوي 25 سنتيمتر مربع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.